شوف الواد فينانس 2017 فما حاجة أنا كنت ضدها اللي هي قلت لك فما اون كولتور في غراند بيروقراسي اللي تخلق ان سيركل فيسيو. جينا اش عملنا؟ خذينا القطاع اللي يلزموا باش نعاونوه هما لي بي ام او زدناهم 7.5% على البينيفيس. سي غراف. الوغ كو انا جو سوي بور ان تو دو 20% بور توت لي سوسيتي. راهو هذه تاكس اند سبان معناها تاكسي واصرف. راهي اختراع على اي اقتصاد. راهي هذه نتاع ان سيستيم كومونيست. اوني با ان بيي كومونيست. هكا ولا يلزمنا نشجعوا لا كرياسيون دو كابيتال بريفي. كي تشجع الكابيتال بريفي لا فيسك الفيسكاليزاسيون والتاكساسيون على اون باز ليميتي. انت تعرفهم زوز ملايين هذوما نهار كل وانت تفيسكالي فيهم زيد 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 التعب الباز هذي. الوغ كو فو ريفليشير كيفاش باش توسع في الحزام هذاك. ما شفتش اون فري انيسياتيف با اكزومبل اون امنيستي فيسكال اون امنيستي نتاع سيكيورتي سوسيال امنيستي نتاع تي في ا باش نوسعوا في الحزام هذاك باش نلمدوا فلوس اكثر او ليو دو سور فيسكاليزي العباد اللي قاعده تخدم كي سون ديجا سور فيسكاليزي. تي في ا 18% يعني المواطن يدفع 400,000 ويخلص 18%. بون الوغ تنجم تقول لي انت سفيان انا عندي ديفيدون اسمه كاستر كومبونساسيون. اخويا نحا نحا ورجع 5-6% التي في ا. حاجة أخرى نعطيك أنا كنت نستنى في 2018 باش نشوف كونتون دوفيز بور تو سيتويان كنت باش نشوف أمنيستي دو دوفيز العباد اللي عندها دوفيز باش تحل دي بنك دي كونت بنكار في تونس without question ما غير سؤالات. كنت نتصور نبداو في الطريق اللي تونس تولي بارادي فيسكال. أخي احنا خير من الإمارات وخير من سويسرا. اون دي كونديسيون بريطانيا خرجت من اوروبا على خاطر السيتي اللي هي ليكيفالون دو وول ستريت حبوا معناها يرجعوا بريطانيا ان باغادي فيسكال. فاش تستنى تونس على خاطر اون با دو ريسورس نحن ناتورال باش تشد البلاد هذه اش مازال لنا؟ علاش ما عندناش تصور اكبر من هكا نقولوا اون دوفيان ان هاب فينونسيي كبير في افريقيا. خلي العباد تجيب فلوسها لهنا، العباد هاربة من أوروبا من الفيسكاليزاسيون، مرحبا بك في تونس، إجاني لهنا، أنا يلزمني نخلق أن سيستيم بور أنكوراجي سي جون لا، كنت نتصور في الريفورم مونيتير، جي با فيو سي أوبجيكتيف، ما شفتهمش، كنت نتصور فما أنا كنت نتصور يوسف يلزمو يوقف التوريد، لامبور أبسوليت، زايد، رانا نجيبو في دبش من تركيا، ناقصين دبش في تونس. تعال خرجنا 40,000 معناها مواطن توانسه من النسيج والاندستري هذيك التكستيل. علاه؟ خي نحن ناقصين احوانت نمشي نجيب في تاتي. علاه نجيب فيها انا تاتي؟ علاه مانيش نصنع في الدبش في تونس؟ وشكون قال لك انت الدبش اللي جاي من تركيا مصنوع في تركيا؟ كان مصنوع في بنغلاديش ومصنوع في فيتنام ويحطوا عليه تركي ويجيبوا لهنا باش يخلص الديوان. عندك زاد دي برودوي اليمونتير تعرف تجيبهم 161 1000 دينار معناها مليون ولا دينار دو مايونيز. خي ما نجموش نعملوا مايونيز في تونس؟ حاجه اخرى نعطيك الكراهب اللي نجيبوا فيها اون ديبونس ان ارجون فو. علاش؟ او بروفيت دو كي؟ 10 عائلات عندهم ديلر شيبس ونهار كل نقدر يعطيهم الصحه هما طونك اكزيكتيف الشركات قاعده رابحه 34% 15% 20% هي اظهر شكون صح؟ مو اظهر الخزينه العامه تصرف في الدوفيز بور امبورتي دي فواتور. تعرف شنو هو اخويا؟ نحي الديوان على الكراهب واللي عنده دوفيز يشري كهرباء بخي ريال اون دوفيز. خلينا حاجتي بالدوفيز ولا حاجتي باش نعمل نضرب عليها ديوان كهرباء كي فو 50,000 دولار رد هنا ب 300 مليون وحدي. اخويا عندك دوفيز ليش تشري؟ تحب تشري؟ انا ماذا بيا الشعب الكل يسوق بي ام مرسيدسات وروس رويس وبنتليز. عليه نبيع في كهرباء 300 مليون؟ تي اون ديت لي جون ولا تشجع في العباد اللي عندها كاش باش تشتري الكراهب وماهيش تخلص في التاكس نتاعها وتدخل في السيركوي فيسكو نتاع الفساد. انا نحيه دوالمون على الفواتور نحيه كيما تزاير ودول اخرى نحاتو. ايش اخويا اشري كهرباء تعرف قد من ونابورت دي فواتور
pour surdouanier وحدي كاك arbitraire نصفوا في فلوس من الخزينة العامة. معناها الدولة التونسية تتسلف في فلوس والثروة التونسية اون ديفيز تمشي الخزينة العامة pour importer des voitures باش 10 عائلات عندهم ديلرشيب سيستغنى مو لاباس. اي نحاها انا الديوان على الكره برا خويا خلص اون ديفيز وخلص تبيع اون ديفيز ولد عمك ولا ولد خالك وصاحبك يبعث لك تعملها راهي تتحل راه ونحيو سيركوي كامل نتاع فساد ونطلعوا في ريزيرف دو ديفيز وخلي العباد تخدم على روحها. سي سا لو فري كابيتاليزم بوزيتيف فهمتني. الوغ كنت نستنى في حاجه هكا انيستيف كيما هذا ما شفتهاش التوريد هذا الفاسد هذا فهمتني. فما عباد مثلا قاعده تورد وماهيش مخلصه فاتوره نتاع ديوان شو مازالت عندك رخصه نتاع ديوان وانت ماكش مخلص الدات فيغ الدوله ومازلت تورد ما توردش ايميدياتمون انا غدوه نمشي عندي تست خذيت معناها بوليس اعطاني واحده في امريكا ما نجمش نطلع باسبور ما نجمش نطلع بطاقه تعريف ما نجمش فهمتني. يفو اغيتي تحكي على فساد ها هو الفساد ما شفتش انيسياتيف باغي. فما اون اوتر انيسياتيف الاملاك اللي فكوها من 2011 البن علي كومباني ويني شبه ما تبعتش فاش تستنى عاطين هالشركات خاصة فاسدة نهار كل نسمع في حكايات دون لو بيزار فكوا كهرباء الدولة ما نجمش تبيع 80 كهرباء مي با بوسيبل الدولة ما نجمش تبيع 10 ديار الدولة معناها خذات شركات معناها فلست ولا الشعب التونسي يخوض في فلوس في شركات في المصادرة. مي شكون قال لك انا جو تو بيرمي باش تخوض فلوس في شركات فالسة نتاع الريجيم بن علي من فلوسي شكون قال لك انا اسمح لك باش تخوض فلوس في البنوك العمومية الفالسة alors que le PDG تاع 3 les plus grandes banques معناها دون بوبليك يضرب entre 400 et 500 000 دينار par an على شنية على لي غون ريزولتا الباهين برشا الى متى. فما شركات فهم الدولة كنت نتصور يوسف اللي فوندر سارتين سوسيتي اللي الدولة ما عندها حتى دور. شنو الدولة تبيع في الدخان؟ تبيع في الكونسير؟ شنو الدولة تبيع في الدخان؟ بيع يجي التبايا ولي وتبيع وبيع الأسهم نتاعك في البنوك الصغرى هذه اش تعمل بها؟ فورس دي زونتربريز هذوما بيبليك باش يدخلوا للبورصة على الأقل فما اون ديسيبلين اون ترونسبارونس. كنت نتصور الشيء هذا في الواد دو فينونس مي نسمع نقرا في الواد فينونس 2018 اي سي دي il y a quelques taxes by the way انا موافق مثلا كيفاش 1 يورو دو تاكس على التوريست ايش بيه مثل قد ما صرفت الدوله على الوتله والعائلات الكبرى هذه ولو مرض دي سارشي ملياردير خلص فهمتني. alors que ما شفتش encore نرجعوا une culture de management et de leadership très classique. انا وقت نبدا في كريز ننسى كل شيء البلو سكاي هذا كل والاحلام الكبرى والتنميه 1.5 و2 ما نقولهاش بتاتا تعرفش نقول عندي 5 اوبجيكتيف ستابيليزي الدينار عندي دو ريفورم باش مداخيل اخرى للدوله باش نعمل امنيستي باش بور انكوراجي العباد في الاقتصاد الموازي باش يدخل الاقتصاد ما شفتش. قلت خويا التوريد هذا المتهمش اللي يضر في الصناعه التونسيه باش نوقف فما في كل كونترا اي جي في دي ميليي دو كونترا في حاجه اسمها فورس ماجور يا اخي في عود نطلب فلوس من الدول هذه نقول له يا خويا سامحني فو سوسبوندر سو جونغ دو ديل بوندون 5 ans خليني نتنفس ساعة كان هذي اصدقائك بالحق يفهموك ويتعاملوا معك. اون اوت شوز معناها تعرف اون با بوكو ديكسبير في المانجمنت دو فون بوبليك شنو لي فون بوبليك مي اون جير مال. نعطيك ان اكزومبل على كل دينار يتصرف في الانفستيسمون بوبليك اكثر من 40% يمشي في الادمينستراسيون يلزمنا معناها كيفاش دي تكنيك يلزم نفهم تكنيك دو بروغرام مانجمنت كومون جيري دي بروجي شبينا احنا في البريفي وقت نشدوا الدينار معناها تكبس عليه نطلع منه الغاز الموظفين لا بيروقراسي ما يهمهاش شنو عندك سولمون 40% سكسي في تو بروجي بوبليك معناها 40% تصرف فيه على الكراهب وليسونس والمسؤولين وبيروقراسي وبيبر وورك منا ومنا 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 كان 60% توش ديراكتومون لانفستيسمون بوبليك
Oui, Nihad. Et alors, il faut reprioriter nos projets d'investissement public où ils ont une optimisation complète. Où ils ont un caouad, un project management, comment gérer la gestion de projets. Où ils ont, ils ont maintenant, je me fais d'aula, ils ont, tu mets des dix le privé, m'chaounek. Je voulais voir ça, la loi de finances 2018. Mais je sais, la fille 2018, un programme, ce que j'appelle la migration contrôlée. Le Canada, c'est 500,000 mois. Comment je suis en train de dire avec le Canada, je ne suis pas en train de me faire 50,000 ingénieurs. Tu as un peu de travail, Il y a beaucoup de devises, de maintenance, de pilot. Mais on est dans une crise. Quand on est dans une crise, on ne peut pas faire. Tu sais, le Tunisien, il a trois mauvais choix. Comme le soir, il a 100 dinars. Il doit décider, il y a un caribi, il y a un équilibre. C'est trois choix essentiels. Alors, on a donné la possibilité, le Tunisien, pour faire les trois choix. On a donné la possibilité, le Tunisien, pour faire les trois choix. Un canton de vis, il n'a jamais servi. Tu sais, moi, tout ce match, il n'a jamais servi. Tu vois, quand l'euro, 3 dinars, je veux dire, maintenant, on s'accroît à l'arbre, on a profité de Tunis, on a fait un jour de bâtre. Là, il y a des gens qui ont été mis en barre, là, on a mis en barre. On a mis en barre, 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 on a mis en On ne parle plus, معناها, la langue française, la langue arabe, ou la lutte arabe, qui est une langue khaligie, ou la langue anglaise, elle s'aime en rade. Elle est la langue de la technologie, la langue de la science, la langue de finance. On a dépassé tout ça. Je vais vous faire une parenthèse, je vais vous faire une parenthèse. Les madaris ou les universités n'ont fait pas de cours blèche. Les 700,000 batailles ou à l'aile 300,000 jeunes, ils lisent la langue anglaise dans le Lille. Et ils encouragent pour qu'ils fassent l'examen, pour qu'ils apprennent. Comment tu aimes faire le call center quand tu ne maîtrises pas la langue anglaise? Maintenant, en 2019, on est où on est? On est dans une crise où on a quelques solutions qui sont valables. Le problème le plus grand, c'est qu'il y a plus de 200 hizbes. Même un hizbe n'a pas de programme. Alors, ش عملت الحكومة؟ الحكومة ولات تلعب في دور الأحزاب ودور الدولة هي تعمل في البرامج هي تعدي في البرامج. Il n'y a pas de suggestion ou de considération جاية من الأحزاب. اللي هما normalement هما يحكوا في المجتمع والطبقة مع الشعب باش يطلعوا برامج محلية جهوية وطنية وعالمية. Pour créer des programmes. L'Ahzab, la tabqa siyasiya fi Tunis, بالنسبه ليا fashalat. Fashal. Alors, 2020 plus, il faut changer le régime politique. Il faut passer à la troisième république. Ils ont même chou fini d'amri yassi wadah. برؤيه واضحه politiquement. شكون مسؤول على السلطه التنفيذيه بالنسبه ليا ادوارد خيلو سادوات بريزيدون دو لا ريبوبليك مع مراقبه كبرى من البرلمان اللي يلزم للوا دو فوت تتبدل باش تولي عندك اون ماجوريتي افيك لو ريسبي لا مينوريتي وسلطه قضائيه مستقله افيك اون كور كونستيسيونيل وان غران انفستيسمون في القضاء. Il faut reformater les juges. Il faut nzidu fi nombre de juges. Il faut spécialiser les juges. Ils ont tartahom zada معناها وين ينجموا يخدموا وينجموا يمارسوا الخدمه نتاعهم بقدرهم. Alors, je vois trois soulat vraiment mustaqal. Ben, hadi 2020. Sur le plan économique, nizem nabda nkhamou comment refaire le modèle économique classique li an. Je vois que le contrat social doit être renégocié. Est-ce que Daoula Liou, Moustahad, Bish Douzik Saha, ou Tarbia, ou Nakl, et la caisse de compensation? On n'est plus capable à faire des dividendes. Maané chasser d'argent pour payer ce dividende. Tu veux payer ce dividende? Wassa, fait le Hizem, le JBI, ou Hadaka, Maané, il faut.
faut reformater l'économie parallèle, باش تجلب باش تعطيها انسنتيف باش تجي معاك باش تولي عندك اقتصاد plus ou moins معناها balanced معتدل. Alors il faut, je trouve que il faut entrer dans une amnistie économique من هنا 2019 باش نبداو حاضرين في 2020 باش المشاكل هذه والصفحه هذه القديمه نطويوها. نعطيك ان اكزامبل في الاستاجوني اوس معناها الدوله الاخرى نعرفها بالكدا اللي فما سي اون فونكسيون كونتينيو هذه الامنستي. الفيس كل يوم يعمل في ديلز. انا ام ديل جاي، انا ام بزنس مان، كل يوم نقوم انا شوي كابيتاليست نمد بالنيغوسياسيون. وقت نروح جو نيغوسي يا خويا. الدوله سي ان بارتنير مع المواطن، لازم تدخل تدخل في نيغوسياسيون ريال ونطوي الصفحه باش نجموا نتعداو ال 2020. تعرف dernièrement Donald Trump, and by the way, aux États-Unis, je suis républicain, je suis conservateur, elle est la fiscalisation de toute société à 20%. Et je veux voir 20% de le taux de fiscalité à la Sherikat Cobra ou Sherikat Sor. Je vois où Nahi ou que loopholes, اشري كهرباء وحط على اشري معناها رينج روفر وحط على الشركه هذه كلها. فو سامبليفي لو كود فيسكال، فو سامبليفي لو موديل فيسكال باش تشجع الشركات تدخل وتشجع لانفستيسمون الكابيتال، معناها بتيت سوسيتي في عوض يخلص بها برشا فيسك، يشري بها ماكينات جدد ويخدم بها وليدات وبنايه التوانسه والحيويه نتاعها. جو بونس اوسي في من 2020 بلوس يلزمنا ندخلوا في دومين معناها نخلقوا تونس تولي هاب فينانسي. جو بريفير كون سوا معناها نوليو دولة بارادي فيسكال بور اتيري لو كابيتال بريفي. أو نقول لك من الآخر سون كابيتال بريفي انسى أي بورسنتاج نتاع تنمو نتاع انسى لا 1% ولا 2 ولا 5 اللي مانش بها الأرقام هذيا. جو بونس كو سي ديبيل. علاش؟ على خاطر ما فما حتى سيني اليوم مانيش قاعد نشوف البرايفت اكويتي والهيدج فاندز والفنشر كابيتال هذه الصناديق نتاع وول ستريت ونتاع لندن ونتاع الامارات في تونس، مانيش نشوفها. نشوف في دول جايه تعطي فلوس ديت تونس، مانيش نشوف في الشيء هذا في تونس. وراس المال التونسي ما نجمش وحده باش يقوم بالاقتصاد التونسي. الفو كريي ان موديل فيسكال اي دانفستيسمون فافورابل لانفستيسمون اترونجي، وهذاك معناها تونس لازم تولي ان باغادي فيسكال وان سيستيم بانكار مودرن. ويلزم الدوله تخرج من الدومين بانكار، يفو بريفاتيزي، ويلزم ال 20 مؤسسه هذه عموميه انتهى وقتها. او بيان فما دي ستركتور استراتيجيك كما ستيك سوناد اكسيتيرا سمي بريفي وتحطهم في البورصه. مي يفو سورتير دو سولا في 2020. بعد عندك فما دي اندستري ما نجموش نقوموا بهم وحدهم، يفو افوار دي بارتنير انترناسيونو، يفو كريي لو لوجيستيك غروند اندستري. نحكيك حكايه بنينا نفيضه ولا كنا باش نعملوا برط ومطار وبلا بلا بلا وبلا بلا بلا. علاش اليوم هذاك ما فيهوش يو بي اس دي اتش ال فيدرال اكسبريس؟ علاش ما فيهاش حيويه اقتصاديه غادي والقروان تلصقها وتعمل تخلق حيويه نتاع لوجيستيك كبيره غادي في الجهه هذيك تخدم 400,000؟ علاش اليوم عندنا اكبر بلاد في لحية رسول الله معناها درومه معناها ما عندناش حتى الاكتفاء الذاتي؟ معناها علاش اوني با ان بي ديناميك في لاكرو اليمونتيغ؟ اكبر 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 حاجه نجم تخدف لك بين 400,000 و 500,000 واحد. يلزمنا نشجعوا الصغار على الشيء هذا. حاجه اخرى يفو انفستيغ في ليدوكاسيون دون لو سونس اللي نجلبوا اون كريي اون اندستري من ليدوكاسيون. اي لوتر سيكتور سي لا تكنولوجي اللي اليوم هي باي ذا واي قاعده تدخل في اكثر فلوس البي اي بي من التوريزم. هي التكنولوجي و يفو باسي اون اندستري اللي يسميوها ترانسفورماسيون تكنولوجي. يلزمنا علاش مش جوجل لهنا، مايكروسوفت، اس اب اي، اوراكل، اتش بي، علاه ماهمش في تونس؟ علاش يمشيوا للهند؟ راهي 20 ساعه بين نيويورك للهند. نحن راهو 8 سوايع فور ديراكت امريكا، 8 سوايع. نرجع لك مشكلة اللغه اللي هي اللغه الانجليزيه. اي جو بونس كو يلزم نكونوا تري اغريسيف في الكوبيراسيون انترناسيونال.
يلزمنا نوسع ونعمل الفري تريد اجريمنت معناها مع الدول الجديدة، مع الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، كوريا دي سود، الإمارات، لو جابان، ماليزيا وإندونيسيا، اي اوسي لا روسيا. تعرف روسيا غدوة كان جينا نتفاهموا، تعرف الشيء هذا ما ينجم يقع في التفاهم هذا التجاري الجديد إلا ما عندك اون ايكيب سبيسياليزي qui peut négocier directement avec le pouvoir du président ou Tarek Jomori. Quand je remorais, il y a une vingtaine de personnes, tous les mestensines, les big deals, où il y a une taillère, tout le monde veut faire des deals. Tout le monde veut faire des deals. Il y a beaucoup de equity dans le monde. Il y a 2 trillions de equity qui n'est pas investi. Alors que fait Suisse ou Japon, اليلد معناها الى نيجاتيف، البنوك تسلف البنوك بالنيجاتيف، معناها الانفستيسمون ما عادش موجود، العباد تلوج وانت بلاسي فلوسها، ونحن قاعدين لهنا كي تدير يضر فينا الضوء وما نعرفوش كيفاش نقصوا الطريق ولا ناقفوا في الطريق. الوغ سو موديل الي اسونسيال، هذا جو تروف كو من 2020 ل 2010، مي ليدي معناها مورال انا وقت اللي تولدت في تونس ظروف أصعب، كنا أفقر من العشرين سنة الأولى، يلزمنا نكونوا فيير في العشرين سنة الأولى نتاع الجمهورية، عملنا السونيد، عملنا ستيك، عملنا تونيسير، عملنا التربية، عملنا البنك سنترال، عملنا هذا الكل. أنا بابا ساهم في الشيء هذا معناها في تكوين البلاد هذه، وخلوا لي تونس أحسن من اللي خذوها هم. ألوغ نحن فشلنا باش نخليو نوت جينيراسيون، لازمنا نخليو البلاد هذه في ظروف احسن من الظروف اللي خذيناها احنا. مي مالوغوزمون سي با فري، اون ديتروي توت اون جينيراسيون، خضع عليها بن علي وزاد كملت معناها من 2011 بلوس توانسة مساكن فقدوا معناها لا كاباسيتي دو ريفي. انا علاش مشيت لستاجوني من 83؟ سيتي بور سا، شو معناها تخنقت، جو بو بلو ريفي. وقت مشيت غادي علاش وصلت الباك انا خرجت غادي نجحت، خاطر لو سيستيم اي لا يستغل لو كابيتال هيومان باش يخلي المواطن ينجح، لكن الثقه هذه يلزمها ترجع والروح هذه يلزمها ترجع. مي يفو روديناميزي سيت ايكونومي افيك دو غران ايدي، مي دي ايدي ريال. انا من 2020 بلوس il faut يلزمنا نولوا دوله تري سيريوز. Cette bureaucratie, il faut l'éliminer. Femme clé, mais je m'étrale, mais quand je suis fait, c'est un meilleur 59 mois, il faut trouver un moyen. Il faut trouver un moyen. Les sociétés publiques, ma femme est chaleur. Il y a le temps chez le privé, il y a le sacre, il y a le tâte de la bourse. Les banques tunisiennes, ils doivent devenir un partenaire pour le capital. Investissement, mais les PME. عندك الشركات الكبرى il nous faut des multinationales et de capital étranger. Le capital humain, il faut entrer dans une migration contrôlée باش هكاك نبنيو علاقات ومصالح اخرى مع الدول اللي يلزم نبنيو بها et diversifier nos relations commerciales ونبعدوا على السيستم الفرنسي. انا دو ناتور جو سي اوبتيميست. خرجت ب 500 دولار في عام 83 مشيت لامريكا وحتى باش هزيتو معايا لوحته في جي اف كي وقت هبطت له عملت على روحي فهمتني. مي جيت اول مره نخاف على تونس على خاطر الزنديس الكل داخلين في حيط قاعدين اجلوا في الازمه الكبرى. ا مومون دوني خممت بوتيتر اون دي سوليسيون ايكونوميك اللي نفلسوا البلاد ندخلوا في فايت الا ما نجمش نخلص فهمتني. اي رونيغوسي افيك لو موند، عملتها اليونان، عملتها الارجنتين، عملتها برشا دول، لكن فما خوف من الشيء هذا اللي العباد ما تحبش تقوله. انا نقول لك سي اون سوليسيون، مي فو رونيغوسي فهمتني. مي رونيغوسي باش مو يلزمك برنامج، يلزمك بلاتفورم، يلزمك قوانين، يلزمك اون بيروقراسي اللي ابسوليت لازم تبدلها تنحاها. شنو 650 الف موظف يا بني بتاع 200 الف موظف تونس واقل، في سويسرا 160 الف فيها 9 ملايين. Alors, il faut digitaliser. Mais on a une digitalisation qu'un 4G ou ça ne marche pas. C'est qui veut un petit pays qui fait qu'à l'internet que le marche dans le pays. Ils ont une infrastructure routière. Femme, ترجع الولايات لاصقه في بعضها pour faire du business plus simplement. Alors, il faut comprendre.
l'État-providence offert. Renégocier le contrat social où il y a le capital privé Yudhul Tunis et où il demande la stabilité politique. Alors, une troisième république avec un régime jdid, l'Arkitl Kali, régime présidentiel à l'américaine, mouch à la française, ou à l'Aqdim, et aussi il y a un écosystème économique moderne.